السلام عليكم. الله وبركاته. دلوقتي لو انت سمعت عن لينكس وعايز تجربه بس لسه هتسطب و فالواحد بيكسل فبيقول لك ليه ما تجربوش، ليه ما تست ات بيفور يو هيت ات، جرب تشتغل عليه تمام اونلاين، لو عجبك تقدر تعمل له داونلود. فانت في جزء اصدار هنا تمام، وفي الموقع في اصدارات كتير غير دول، تقدر تقول له ستارت وتبدا تجربه اونلاين وتشوف هل هو ده فعلا المناسب ليك ولا لا. تمام، بيقول لك انت قدامك ثواني ويبدا يشتغل اهوت، تلاقي معاك نسخه اللينكس اللي انت بتفكر انت تسطبها موجوده اونلاين، تقدر تحاول تتعامل مع البرامج اللي فيها. طبعا لينكس اوبن سورس ومجاني وفي كميه برامج خرافيه وحاجات كتيرة ما كناش نحلم بيها، يعني اللي موجود في ويندوز الحاجات اللي هي الاساسيه، ما تعرفش ان انت ممكن تبقى معاك نسخه نظام تشغيل فيه حاجات خاصه بشغلك انت، يعني حاجات خاصه مثلا بهندسه، حاجات خاصه بالطب، حاجات خاصه بالمونتاج الفيديو وهكذا، تقدر تختار النسخه اللي انت عايزها. فهو الموقع ميزته ان انت تجرب الاصدارات لحد ما توصل للحاجه اللي انت عايزها وتبدا تشتغل عليها. تقدر تعمل انستول، تقدر تعمل تراي كانك شغال من على الاسطوانه، اختار اللغه اللي انت عايزها. طبعا غالبا هتلاقي اللغه العربيه موجوده لان هو اوبن سورس وفي ناس كتيره شغالين على الترجمه. انا فاكر اول ما اتعرفت على النظام دوت قالوا لي ابعت بس عنوانك واحنا نبعت لك 10 نسخ لحد البيت، كان هولندا، فبعتوا لي الصوره من هناك. هم ناس بيحبوا يشوفوا ثقافه الاوبن سورس والمعلومات متاحه للجميع. هو تلاقي بعض البرامج تقدر تدوس على اي برنامج فيهم وتشتغل عليه، مش هتحس بحاجه صعبه او ان انت محتاج تاخد كورسات فيه. ده لايبرري اوفيس، ده بديل على مايكروسوفت اوفيس ومجاني وانا شغال بيه، شغال بيه ما فيهوش اي مشاكل خالص. تقدر تكتب هلو وورلد تمام، وتقدر تشتغل عليه عادي وتطبعه بدي اف وتشتغل بدون اي مشاكل خالص، كل ده من غير ما تسطب اي حاجه عندك على الجهاز. ومجرد بس ان انت تتعرف على النسخه وتشوف هل هي دي مناسبه ليك ولا لا، وهل في صعوبه تواجهك ولا لا. اجرب لينكس يعني ان شاء الله يعجبك الموقع وتسطبه عندك وتبقى معاك نسخه اصليه.